أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في بني سويف. التأمين الصحي افتتح مركز لخدمة العملاء بالمستشفى الجامعي، وأيضا سماء محافظة الأقصر شهدت تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائح. في المنوفية تم تنفيذ سوق حضاري متعدد الطوابق في مدينة الشهداء، وتم تنفيذ 19287 مشروع ضمن برنامج مشروعك بمحافظة الشرقية. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في بني سويف افتتح فرع هيئة التأمين الصحي مركز لخدمة العملاء للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي من المترددين على مستشفى بني سويف الجامعي في إطار خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي للتيسير على المرضى وذويهم. وبيأتي مركز خدمة العملاء بمستشفى بني سويف الجامعي، وهو ثاني مركز عقب افتتاح المركز الأول منذ أيام بمستشفى بني سويف التخصصي. في الأقصر حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بالمحافظة 20 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 450 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بالبر الغربي. وبتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز، وبيتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن مع فحص شامل لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح. بتشهد محافظة المنوفية تنفيذ الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري متعدد الطوابق بميدان مصطفى كامل بمركز مدينة الشهداء المقام على مساحة 300 متر، وبيتكون من 33 محل تجاري بتكلفة إجمالية تصل ل 18 مليون جنيه، وده في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة. أعلنت محافظة الشرقية تنفيذ 19287 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3,258,941,000 جنيه وتوفير 56,426 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى آخر أغسطس المنقضي، وده بهدف تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر. محافظة الإسماعيلية شهدت انطلاق فعاليات مبادرة زراعة 2000 شجرة مثمرة من أمام جامعة قناة السويس. تأتي هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وضمن حملة النظافة العامة والتجميل بمحافظة الإسماعيلية تحت شعار الإسماعيلية تستاهل، والتي أطلقت في 21 من أغسطس الماضي بهدف تعزيز الوعي البيئي بالمحافظة. في المنيا أكدت مديرية الطب البيطري أنه على مدار شهر ونصف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع تم تحصين 296,812 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 6500 رأس ماشية، بجانب عقد 452 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه. افتتحت محافظة أسوان معرض أهلاً مدارس بمقر الوحدة المحلية لبيع المستلزمات المدرسية استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25% ل 30%. شهد المعرض إقبال من أهالي كومامبو، وأيضاً إشادة لتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم بجودة متميزة وبأسعار مناسبة أقل عن مثيلتها بالأسواق المحلية. في جنوب سيناء شهد مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور إقبال شديد من المواطنين في أول أيام التشغيل التجريبي له، وتم في الساعات الأولى من اليوم الأول للتشغيل التجريبي للمجمع استقبال أكثر من 60 حالة وثلاث حوادث، وتم التجهيز لإجراء أول عملية جراحية بالمجمع. وبدء التشغيل التجريبي بيتضمن 10 عيادات خارجية من إجمالي 24 عيادة جرى تجهيزها على أعلى مستوى.